محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ساكنة مدينة زايد المجاهدة لا زالت تواصل من الفعاليات التظاهرية المؤيدة للشعب الفلسطيني استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتي دعت إلى جمعة الغضب في نسختها 13 تحت شعار الوفاء للشهداء. أيها الحضور الكرام، إن الجرائم الصهيونية عبر تاريخهم الأسود والقصير والممتد من سنة 1948 إلى يومنا هذا يؤكد وبالملموس أنه تاريخ دموي إجرامي. الصهاينة فقدوا فيه إنسانيتهم وانتماءهم الآدمي وتشبهوا بالحيوانات المتوحشة. دلت على ذلك جرائم الكيان الصهيوني الغاصب منذ تأسيس عصابتهم مساء 14 مايو 1948. صهاينة مجرمة، عسكر حربيون. العسكرية الإرهابية الصهيونية حصدت ومنذ ذلك التاريخ وقبله بقليل ما يزيد عن 100,000 شهيد ومئات الآلاف من الجرحى، دون احتساب شهداء غزة الآن. فقد ارتكبت العصابات الصهيونية أزيد من 75 مجزرة عبر تاريخها الأسود المليء بالجثث والدمار. كان أشهر هذه الجرائم والمجازر على سبيل المثال للحصر مذبحة خان يونس، مذبحة اللد في يونيو 48، مذبحة كفر قاسم، مذبحة دير ياسين، مذبحة صبرا وشتلة لما اجتاحت القوات الصهيونية جنوب لبنان في بداية الثمانينيات وقتلوا بدم بارد أزيد من 3,000 شهيد، رغم التطمينات الدولية بحماية المدنيين. وتبقى مذابح غزة الأبية الأكثر عنفا ودموية، فقد راح ضحيتها حسب الإحصائيات الرسمية ليوم الأربعاء عدد الشهداء 22,616 شهيد، منهم 9,400 طفل و 6,750 امرأة، وعدد الجرحى 57,292. أما المفقودون فبلغ عددهم 8,000، ناهيك عن تدمير ما يفوق 355,000 بيت ومليون و 900,000 نازل. يا حكام الظلم والعار، يا حكام الظلم والعار، تؤكد أن الصهاينة يرتكبونها عن قصد وإصرار وترصد، وهذا ما يشكل جريمة مكتملة الأركان حسب القانون الدولي والمواثيق الأممية الداعية إلى حماية المدنيين العزل والأطفال والنساء وتجنب الإفراط في استعمال القوة. ولا غرابة في استعمال العنف والإرهاب من قبل الصهاينة، فقد نزعت من قلوبهم الرحمة وفطروا على الغدر والخيانة والعداوة بين الناس. قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالصهاينة هم الصهاينة أينما حلوا وارتحلوا، حل الفساد والدمار والخراب. إن الكيان الصهيوني لا يراعي أحداً، فهم فوق القانون ويتطاولون على الدول والمنظمات وينتهكون سيادتها
واستقلالها، وآخر هذا التطاول هو الاغتيال الجبان الذي قام الشيخ صالح العاروري ورفاقه من قيادة حماس في لبنان. لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى التغلغل الصهيوني في بلاد المسلمين، وهذا يحيلنا إلى الشك والريبة في مواقف الدول العربية بصمتها المعيب. إن خذلان الدول العربية الفاضية وعدم قدرتهم على الوقوف وقفة رجل واحد لإغاثة أهل غزة لدليل قاطع على التبعية المذلة للغرب وعدم استقلالية القرارات الصادرة عنهم. وإن سياسة التطبيع قد زادت للطين بلة، فلم نرى من التطبيع إلا الخنوع والخزي والمذلة. إن التطبيع لا يخدم إلا الأجندة الصهيونية ويمكنهم من التغلغل في جميع الميادين المالية والسياسية والاجتماعية والفنية والسياحية. والأدهى والأمر أن الحقل الديني هو الآخر طاله هذا التسلل الصهيوني، والذي يعبر عن هويتنا وانتمائنا للدين الإسلامي. قيادة الصهيونية لن تمر دون حساب. وإن العد العكسي قد بدأ منذ 7 أكتوبر من العام 23. وإن النصر لآت لا ريب فيه، وإن غدا لناظره لقريب. قال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.